نفت الهيئة الوطنية للانتخابات صحة الشائعات المتداولة حول قيام الهيئة بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم رابع. وخلال مؤتمر صحفي أشار بنداري إلى أن هذا الأمر لم يعرض من الأساس على مجلس إدارة الهيئة لكي يصدر بشأنه ثمة قرار. كان في كلام أن ممكن في مد اليوم رابع أو من عدمه، هذا الكلام لم يصدر به أي قرارات من مجلس الإدارة، وما حصلش ان اساسا نتعرض على مجلس الإدارة عشان يطلع بيه قرار بهذا الامر. اما اجراء ان احنا ننتظر تمكين كل الناخبين المتواجدين بجمعيه الانتخاب، ده اعمالا لصحيح القانون. كثافات عاليه في اليوم الثالث، وزي ما قررنا ومن زمايلي وان هم بيقولوا فعلا الموقف اللي احنا فيه موقف تاريخي يدل على ان وعي المواطن بحقه ودولته ووطنه